بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم مع حلقة جديدة من الحلوة بلادي. النهاردة وأثناء التجول في مدينتنا الحبيبة دمياط، الأمل والسعادة والابتسامة بنشوفها في وجوه أبنائنا الصغار، خاصة وهم بيحيوا عالم بلادي في مدرسة الشيخ الخضري. النهاردة هنتكلم عن الشيخ الخضري وعن المرأب، كمان هنتكلم عن الأحلام وعن الرؤى وكشوف الصالحين أو ما يسمى الكشف الصوفي وعالم الغيب وتخاطر وبعض الظواهر الخارقة اللي بتوهب لبعض الناس فبيقدروا يعرفوا أشياء بتحدث في أماكن بعيدة من خلال مواهب خاصة. تعالوا معا نبدأ حلقة النهاردة اللي هتكون مثيرة للجدل وهيكون فيها حوار ضخم وعميق، ولكن قبل كل شيء سواء اتفقنا أو اختلفنا، سواء كان الكلام شايفه إن هو صح وعظيم أو بتختلف معاه بالكلية، لابد إن احنا نتفق إن الحوار هو الأساس، وإن التحاور والتناقش بالعقل والمنطق وإن البرهان والدليل هو الفيصل في المسألة. على بركة الله نبدأ مع الجزء الأول من حلقتنا، ويدوب النهاردة ربنا يوفقنا ونغطي مسألة الرؤى والأحلام. حلقتنا النهاردة هتكون بعنوان مدارسنا والأحلام. اليوم وأثناء السير في الطريق انطلق وصدح صوت الأبناء الصغار وهم بيأدوا النشيد الوطني. الحقيقة الصوت كان خارج من مدرسة الشيخ الخضري. وقفت أمام يافطة المدرسة أتذكر الذكريات الجميلة. أولا الشيخ الخضري، اللي ما يعرفوش مين هو الشيخ الخضري، هو أحد علماء الأزهر الكبار، وكلمة الشيخ الخضري تطلق على عائلة بأكملها تولى أبنائها مشيخة علماء الأزهر في دمياط لأجيال متعددة، الجد والأبناء والأحفاد وأبناء العم، عيلة كاملة تسمى باسم الشيخ الخضري. كان مفتتحهم مع الشيخ محمد الخضري، هو صاحب الحاشية الشهيرة على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، كتاب النحو الشهير. ثم أتى عبد الحي الخضري وعبد الرحمن الخضري، وانتهاء بالشيخ أحمد كمال الخضري، وهو الذي تولى مشيخة الأزهر في دمياط في عام 1946. ولكن بنجد أن الشيخ خضري وهو الذي توفي في مطلع القرن العشرين، وكان معاصرا للشيخ محمد علي عبد الرحمن، والد الدكتورة عائشة عبد الرحمن الشهيرة ببنت الشاط. الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاط بتحكي في سيرتها الذاتية على الجسر ان والدها كان صاحب كرامات، وان من كرامات والدها ان هو اثناء الحج اغفى اغفاء وهو امام الكعبة انتبه، ثم اخبر البعثة ان شيخهم الجليل الشيخ الخضري قد انتقل إلى رحمة الله. فلما عادوا علموا أن الخبر حقيقة وأن تلك بركة وكرامة من كرامات والدها الشيخ محمد. والحقيقة أن مدرسة الشيخ الخضري الآن هي في مبنى مدرسة المرقب 2. مدرسة المرقب كانت موجودة في جهة مسجد أبي الوفا قديما، ثم تم إزالتها في نهاية السبعينات من القرن الماضي، وتم توزيع الطلاب على مدرستين، مدرسة أبي العلاء المعارف فترة ثانية، والمبنى الذي تم الآن تحويله باسم الشيخ الخضري. كان المرقب هو عبارة عن برج يتم من خلاله مراقبة مجرى نهر النيل الشمالي، وأيضا بحيرة المنزلة من الشرق. ولذلك كان يسمى هذا البرج الضخم الذي قيل إن موضعه الآن هو ذلك البرج الحديدي لتقوية إشارة اللاسلكي والإذاعة في دمياط بعد مدرسة عز الدين الشامي، وفي مواجهة أرض أبو هندية، ولذلك سميت المدرسة باسم مدرسة المرقب. ولكن في الفترة الأخيرة تم تحويل اسم مدرسة المرقب 2 إلى مدرسة الشيخ الخضري، تخليدا لتلك العائلة من العلماء الذين كان لهم الريادة والسبق في التعليم الديني في دمياط. كان الشيخ الخضري هو شيخ للأزهر في دمياط بمدرستي، مدرسة الشيخ المدبولي أو المدرسة المدبولية ومدرسة مسجد الزكي أو مسجد البحر. أعود مرة أخرى للدكتورة عائشة عبد الرحمن. الشيخ محمد علي عبد الرحمن والد الدكتورة
بنت الشاطئ كما تذكر هي في البداية كان معلما لمدرسة دمياط الابتدائية، وتم إفاده لهذه المهمة. ومدرسة دمياط الابتدائية كان مكانها المدرسة الثانوية العسكرية بدمياط الآن، حيث تم تحويل مدرسة دمياط الابتدائية إلى الثانوية العسكرية في العقد الثالث من القرن العشرين، كما تم تحويل أيضا مدرسة اللوزي الابتدائية للبنات لتصبح مدرسة اللوزي الثانوية. إذن الشيخ محمد علي عبد الرحمن أوفد في الأصل كمعلم ابتدائي إلى مدينة دمياط، ولكن مدينة دمياط سحرت الرجل وحولت اتجاهاته وميوله. نستمع إلى ما تقوله الدكتورة بنت الشاطئ عن أثر مدينة دمياط على والدها قبل أن يتزوج بأمها. كان ذلك في مطلع القرن العشرين، أي قبل بدء عام 1910. وأستلهم من سيرتها الذاتية كتابها القيم على الجسر، أستلهم روح دمياط. دكتورة عائشة عبد الرحمن في هذا الكتاب تذكر أن والدها الشيخ محمد علي عبد الرحمن كان مدرسا أفنديا في مدرسة دمياط الابتدائية، ثم لما نزل إلى دمياط ليعمل فيها وقضى فيها فترة وجيزة انقلب حاله بفعل سحر مدينة دمياط الصوفية، لأن مدينة دمياط ملأ بالأضرحة للأولياء والمقامات التي تحد المدينة من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب ومن الغرب. وأخذت تعدد سيدي شطة، سيدي المتبولي، شيخ الصياد، أبو المعاطي أو فاتح الأسمر، إلى آخر المساجد التي تنسب للأولياء في دمياط من المجاهدين ومن الصوفي. وتذكر أن هذا الأثر انعكس على ولدها قبل أن يتزوج بأمها، ولذلك تحول من التعليم المدني إلى التعليم الأزهري في محاولة لتصحيح المسار وتصحيح الذات. ولذلك تذكر بعد ذلك أن والدها أصبح له كرامات وله رؤى وله خوارق وكواشف، تستطيع أن ترى ذلك بغزارة فيما تسرد وتحكي عن والدها. وللعلم الشيخ محمد علي عبد الرحمن عمر فترة طويلة من الزمن، فقد كانت وفاته في عام 1975. ليس الشيخ محمد علي عبد الرحمن هو الوحيد صاحب الكشوف أو صاحب الرؤى والمنامات، فلعلكم جميعا تذكرون الشيخ الشعراوي وما تم رصده في مسلسل الشيخ الشعراوي من رؤى وأحلام وأصبحت حقيقة كما تحكيها أسرة الشيخ. أيضا جميعنا يعلم قصة الرؤية التي رآها شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود، حينما أخبر الرئيس السادات أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنود مصر الذين يعبرون القناة، وفي ذلك بشارة بالنصر للجيش المصري. وطبعا لا نغفل أن أعظم الرؤى هي الرؤية التي فسرها يوسف عليه السلام لملك مصر. هنا أريد أن أؤكد على عدة حقائق، أولها أن الرؤية قد تكون من الإنسان الصالح وقد تكون من الكافر. الملك الذي رأى الرؤية وفسرها يوسف النبي عليه السلام لم يكن مؤمنا. أيضا في السيرة النبوية رأت السيدة عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا فسرت بأن رسول الله ينتصر على جيش المشركين في بدر، وأنه لن يبقى بيت إلا وأصابته مصيبة، وأخبرت بتلك الرؤيا عم رسول الله العباس، وخرج العباس وأعلم بها من أصدقائه. وهذه الرؤيا ثابتة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة الأولى أن الرؤيا قد تكون من المؤمن وقد تكون من الكافر. القاعدة الثانية أن الرؤيا لا ينبني عليها عمل، فإذا رأى الرائي شيئا فإن ذلك لا يوجب عليه الفعل أو الترك. ولذلك حكوا عن إمام الصوفية وهو الإمام عبد القادر الجيلاني أنه كان يحكي لتلاميذه في ذات يوم أنه رأى في المنام كأن نورا عظيما وكأن عرش الرحمن ومن حوله كأن الملائكة تطوف، ثم سمع صوتا يناديه
يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيري. فقال عبد القادر في منامه اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. فبكى التلاميذ وسألوا شيخهم كيف علمت أن المتحدث شيطان وأن ليس المرئي هو الله الرحمن؟ فقال لأمرين، أولهما أنه قال أنا ربك، والرب في اللغة تطلق على السيد وتطلق على الإله. قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي. وقال عبد القادر أيضا الأمر الثاني أنه قال أحللت لك ما حرمت على غيري، وقد علمت أن شريعة محمد غير منسوخة، لذلك تأكدت أنه شيطان. إذن ليست كل الرؤى صحيحة، وليست كل الرؤى صالحة، وليست الرؤى الصالحة قاصرة على الصالحين فقط. الأمر الثالث وهو أن الرؤيا السوء للمؤمن تستوي مع الرؤيا الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى في المنام ما يسوءه فليدفع عن يساره ولا يحدث به أحدا فإنها لا تضر. ولذلك الصالحون يستبشرون بالرؤيا السيئة كما يستبشرون بالرؤيا الحسنة، فإن الرؤيا السيئة لن تحدث إذا نفذوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قد يكون الرجل صالحا في ذاته ويتلاعب الشيطان به. فقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أنه رأى رأسه يطير في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث أحدكم عن تلاعب الشيطان به. هذا الرجل من الصحابة. إذن باب الرؤى والأحلام وما يحدث فيها وباب عظيم، لا ينكر كله ولا يؤخذ كله، ولكن من ادعى أنه رأى شيئا يستبشر سواء كان ذلك الشيء خيرا أم شر. ولذلك فنحن دائما نتفاءل ولا نتشائم، ولذلك نرى أن هذا الباب من باب الغيبيات وأنه باب مفتوح، ولكن نحذر كل الحذر من التمادي في هذا الباب. لا ينبني عمل على رؤيا إلا رؤيا الأنبياء فقط، فإنها وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الأنبياء عصموا من تلاعب الشياطين، ولذلك حينما رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه علم أنه وحي، وكذلك حينما رأى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم أنه يطوف حول الكعبة كان ذلك وحيا أيضا. أما سائر الناس فالرؤيا في حقهم هي من باب البشارة لا أكثر ولا أقل، هي من باب الخير وتوقع الخير لا أكثر ولا أقل. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية. إلى أن نلتقي، دمتم بخير وعلى الخير نلتقي، ومع الحلوة بلاد.